اوعى تكون فاكر ان كل حاجه انا هخلصها ايه بدراعي بعضلاتي والكلام ده. مفهوم كده لحد الان؟ اهميه الفنون القتاليه نتحكم في المشاعر في العواطف ونستخدمها في الخير. اوكي هنيجي بقى لقوه العقل. قوه العقل بتعلمك او قوه الاخلاق او قوه العقل بتعلمك ان انا ما احطش نفسي في مشاكل. ما احطش نفسي في مشاكل خالص. بتبدا من نمبر 1 اصدقائك. معلش مش تصاحب لي اصدقاء بيشربوا مخدرات واخلاقهم ضايعه وبيمسكوا مش عارف سكاكين وايه وايه وتحط نفسك في مشاكل وتيجي تقول يا كابتن تعال. واحد كان بيقول لي مش عارف تعالى علي يا كابتن لو في عيله مش عارف جت على عائلتنا ومسكين سواتير وسنك. بقول يا ابني انا بعلمك ازاي تدافع عن نفسك من الطر. فمش واقعيه خالص. بقول انا بعلمك الفنون القتاليه على اساس انت اصلا انسان مسالم، يعني انسان مش بتاع مشاكل. لكن مش انا اعلمك عشان انت بتاع مشاكل، لا ده انت كده فاهم الدنيا غلط. فالمهم نمبر 1 ان انا ابعد عن المشاكل. حلو. ابعد عن يا ربي اصدقاء السوء. اصدقاء السوء دول يعني نحاول. وقبل ما تبعد انصح صديقك ده اتغير. اوكي ما اتغيرش تجنبه ولا تجيب سيرته ولا في شر بقى. يبقى دي اول خطوه عندك. تاني حاجه لو اي مشكله حصلت لي احاول اخرج بيها بعقلي. انا اسف حقك عليا ماشي انا غلطان. راجل كبير يا عم اداك بالقلم شتمك معلش انا اسف انا غلطان. ده مش معناه انك انت انسان ضعيف والكلام ده، لا ده معناه انك انت حليت المشكله بعقلك زي ما قلت من شويه. القوي قوي بعقله والغبي اللي اول حاجه يفكر فيها على طول ان انا استخدم جسم. طب ما انت عارف اللي فيها، انت عارف ان انت من اول مره ممكن تضربه. لا ما جيش مثلا في الشارع مثلا واحد يروح زيقني كده اروح من اول مره بوم كسر له مناخيره. لا ما ينفعش. لازم احاول ان انا ايه امسك نفسي. ودي حاجه بقى نتعلمها اسمها شده الموقف. شده الموقف دي يا شباب معناها ان انا هسبب شده الموقف او درجه الموقف ان انا هسبب ضرر، يعني كميه الضرر اللي انا هسببها للشخص ده. يعني فلنفترض دلوقتي مثلا شخص عمل لي كده بالسكينه عورني كده، هل ده اقول له معلش الله يسامحك وانا اسف واسيبه؟ لا ده اكيد ده انا لازم اسبب له اكبر ضرر ممكن لان ده واحد عاوز يموتني. لكن فلنفترض دلوقتي مثلا واحد ماسكني كده بس ما ضربنيش معلش اروح انا مثلا جايب كوع وقصر له راسه وشه، ما ينفعش. فانت لازم يكون عندك حاجه عقلك يستوعب درجه الموقف اللي انا فيها ايه. ان انا مش اي موقف معلش اتحط فيه اللي اروح ضارب في الانف كسر الانف جايب له ارتجاج في مخه. لا ادام الموقف بسيط ممكن اخرج منه انا اسف، ازقه زقه بسيطه، اضربه ضربه تعجيز بسيطه. لكن كل لما اكون في موقف صعب لدرجه ان واحد عاوز يموتني، لا انت هنا عندك بقى ساعتها ايه دينيا كمان الدفاع الشرعي عن النفس. تمام. طيب كده احنا عرفنا نشأة الفنون القتاليه، اهميه الفنون القتاليه في حياتنا، ادراء يا رب شده الموقف. ركزوا بقى معايا في السيشنات اللي جايه دي بقى.